جميلة هنا، مشاهد خيالية، حضور كبير في المدرجات والكل ينتظر. المتعة مضمونة هنا، كونوا معنا، نعدكم بتغذية مميزة تليق بهذه القمة. أهلا بكم أينما كنتم مشاهدين الكرام في ملعب حديقة الأمراء، وسط أجواء جميلة جدا حقا تساعد الفريقين على أداء مثالي في كرة القدم. معكم محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق، واليوم لدينا مباراة الإياب لنصف النهائي في هذه البطولة، فريق باريس سان جيرمان في مواجهة الكتالوني برشلونة. أفضلية لأصحاب الأرض اليوم بعد الانتصار اللي كان في مباراة الذهاب الماضية، ويأملون حقيقة في إنجاز المهمة على أرضهم وبين جماهيرهم، وإلا تتأزم الأمور وتخرج عن السيطرة، وبالتالي من الضروري جدا بأن نشاهد الفريق يلعب بجدية كبيرة. تسديدة قوية، تصدي جميل من حارس المرمى، تلعب لمنطقة الجزاء من ديمبلي، الكرة في المرمى، هدف مبكر يأتي ويفتتح شريط الأهداف. نلقي نظرة جديدة على الهدف، في مناطق الخطورة يجب إبعاد الكرة بشكل أفضل، ما حدث هنا مرفوض بالتأكيد، تشتيت سيء أدى إلى هذا الهدف. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. كانت فرصة واعدة تنتهي بركلة مرمى في آخر المطاف. عثمان ديمبلي، ملعوبة إلى ديمبلي، وصلت لعثمان ديمبلي، افتكاك رائع للكرة وإيقاف هذه المحاولة. كرة بينية فيها خطورة الآن، كيليان مبابي، حلوة اللقطة من مبابي، لكن تأتي المساندة الدفاعية هنا واستخلاص للكرة في الوقت المناسب. خطيرة التمريرة وانطلاقة واللعب في مكان سليم بعد كرة بينية ممتازة. هدف آخر، كل ما هنا إليه ليظهر الفريق شخصيته وقدرته على العودة. نشوف الهدف مرة أخرى، هجمة مرتدة سريعة ومنظمة، ومن هنا كان الانفراد وأصبحت المهمة أسهل أمام المرمى. من هذه الوضعية صعب جدا أن تضيع هذه الفرصة، وهدف رائع. دانيلو بيريرا، لي كانغين يتقدم بالكرة، راح فيها لكن لم تستغل ولم تكتمل وانتهت الفرصة. بينية فيها خطورة، فرصة لوضع الكرة في الشباك، والتصدي المميز الآن من حارس المرمى. إيمري، وصلت لعثمان ديمبلي، مرور جميل من ديمبلي، كرة خطيرة، فرصة هدف لمبابي، ممتاز في الضغط العالي، يعترض الكرة بدون مشاكل. وصلت لحكيمي، حلوة الكرة، حلوة الفكرة، كانت قريبة، كان ممكن يلعبها براحة أكثر وتركيز أكبر. شوف اللقطة الماضية واللعبة اللي ضاعت في الفرصة الماضية. إتاحة الفرصة من الحكم، والكرة مع البي اس جي، مساندة تصل الآن. ثقة كبيرة من الحارس في التعامل مع الكرة. انطلاقة الشوط الثاني هنا في ملعب الأمراء في باريس. وصلت لحكيمي،
طوبى لعثمان ديمبلي. تصدي قوي جدا. ديونغ. الكرة مع جواو فيليكس. برشلونة يهاجم. كان ممكن تكون خطيرة لكن يفقدها ويتغير الاستحواذ. الحكم يشير لاستمرار اللعب والكرة مع باريس سان جيرمان. ضربة حرة للبي اس جي. ماركينيوس. لي كانغ إن يتقدم بكل قوة في منطقة الخطورة لكن بتضيع الفرصة وتنتهي الهجمة بلا خطورة. الآن تأتي فرصة لهجوم مرتد. جواو كانسيلو. جواو فينيكس فرصة هدف. هنا يظهر الحارس ويتصدى. تبديل الآن في صفوف البي اس تي وإبعاد لهذه اللقطة. خطأ يحتسب لمصلحة باريس سان جيرمان. إمري. انظر إلى الضغط العالي بكفاءة في الثلث الهجومي. فيتينيا. كرة بتضيع من جانب برشلونة. الله على الكرة البينية من غوندوغان. ماركو أسينسيو. مبابي. بلوك للكرة بدون تعقيدات. ممتاز التحرك لدعم الهجوم في اللقطة. الكرة في المرمى. فعلوها. سجلوها. في الشباك الكرة. الله على هذه النهاية. شوف الإعادة. هدف من تمركز صحيح وتسديد صحيح في توقيت صحيح. النتيجة الآن 2-1 والكرة تعود إلى منتصف الملعب. برشلونة يستغل الأطراف الآن. ليفاندوفسكي. فرصة هدف محقق. هدف تقليص الفارق كان متأخرا لكن المباراة لم تنتهي بعد. ما زالت صافرة النهاية. ضغط كبير في اللحظات القادمة. شوف الهدف من جديد. هدف بعكس سير اللعب. لم يكن أحد يتوقع هذا الهدف لكن هذه كرة القدم مليئة بالمفاجآت والمتعة. نلعب الآن في آخر دقيقتين من عمر المباراة. البارسا يفقد الكرة. كيليان مبابي. وصلت إلى ماركو أسينسيو. الصافرة تأتي لتعلن وصول البي اس جي للمباراة النهائية. حسمت المواجهة بتفاصيل صغيرة وهذه عادة المباريات الإقصائية وبلا شك في الأدوار المتقدمة يكون التنافس على أشدة بين كل الفرق. المهم هو التركيز والاهتمام بالمباريات المقبلة.